خمسة و و كام وعشرة و، انا قلت اول حاجة ايه بقى؟ من واحد رقم، الصفحة رقم واحد، والصفحة رقم خمسة، والصفحة رقم عشرة، و من 33 حد 100. لا انا ما قلتش ثلاثة، انت كده هتتبعي من واحد لثلاثة بس، ومن 33 لحد 100، وكمان في غلط، النقط دي غلط مش صح. اهو ده بقى الطريقة الصح، شايفينها ظهرت على على الوايت بورد واحد؟ ظهرت ولا لأ؟ هكتبها لك حتى على الشات. واحد و تلاتة، آسف، واحد و خمسة و عشرة و من 33 لحد 100، تمام. طب لو عايز اطبع برضه بعد المية دول ورقتين بس، مثلا رقم 111 ورقم 117، يبقى هكتبها ازاي بقى؟ اهي، واحد و خمسة و عشرة و من 33، آسف، من 33 لحد 100، و مثلا يبقى ايه؟ نقطة 112 و 117، او 100، 102 مثلا، و 117، خليها كده. هتلاقي مكان، بص، شايف حرف الام هي اللي جنبها على اليمين، او زرار ام، زرار شيفت اللي هو ناحية تحت الكيبورد، تحت زرار انتر، هتلاقي جنبيه واحد اتنين، هو تلات زرار من بعد شيفت اللي هي تحت انتر، تمام كده يا جماعة؟ واضحة؟ واضح جزء البيج رينجز ده؟ نشرح بقى آخر حاجة اللي هو ازاي اتعامل مع لو ورقة هتطبع فعلا، تمام. طيب نعمل بس السكرين شير، تمام كده واضحة؟ واضحة كده الدعم الفني الشرح ولا لأ؟ انا بقى لو عايز بقى مثلا اتحكم، وليكن انا جايب 4 ورق والطباعة وقفت، او انا مثلا لسه جايب برينتر جديد وعايز اضيفه، انا قلت ممكن اضيفه من نوع الهاردوير، لكن عندي حاجة خاصة بالبرينترز ممكن اضيفها منها، اللي هي قائمة ستارت، وهي جزء ايه؟ برينترز اند فاكسز. اهو في جزء اهو كنترول بانل، عندي جزء تحت هو اللي هو ايه اللي كنا شرحناه في الاول لما كنا جايين نشرح قائمة ستارت، عندي جزء اللي هو اسمه ايه؟ برينترز اند فاكسز، اجي ادوس عليها. لو عايز دي برينتر جديد بدوس كلمة ايه؟ اد برينتر، وطبعا بمشي نفس الخطوات اللي هي كانت بتاعت ايه؟ اللي هي اد هاردوير، تمام. لكن انا بقى دلوقتي يعتبر في، وليكن ده افتراضي، برينتر متوصل عندي، وليكن ده اسمه اللي هو مايكروسوفت اوفيس دوكيمنت ايمج رايتر، محطوط تحت رقم 0، دي حاجة اسمها البرينتر مانجر، او اللي هو المدير البرينتر اللي هو الشاشة اللي ظاهرة دي، تمام. علامة صح اللي محطوط عليه اللي هي العلامة السوداء دي، دي مش صورة، لا دي حاجة ان هو بيقول لي هو الديفولت برينتر، حتى اول ما ادوس عليه كليك يمين لو هو المفروض فيه كذا برينتر بيقول لي سيت اس ديفولت، يعني مثلا انا ادوس مثلا اد نيو برينتر نيكست مثلا، هعمل عملية سيرشنج عليه، هيدور في برينتر ولا لا؟ اكيد مش هيلاقي. بس بنعمل عملية ديتكشن او بيدور على برينتر، هو ملقاش، انا بضيف كده اي واحد، ممكن واحد يضاف، او اضاف واحد او جديد، او اول لما اجي ادوس عليه كليك يمين
هو ده اللي محطوط عليه علامة صح، يبقى ده الديفولت اللي اجي اول لما اطبع هيبقى عليه هو الست اس ديفولت اللي هو الايه الافتراضي. لا انا عايز اخلي ده هو الافتراضي، هنا ادوس بعمل عليه، ادوس على كليك او كليك يمين وادوس على كلمة ايه سيت از ديفولت برينتر، نقل علامة الصح ايه عليه بحيث ان هو يكون اللي اول لما اجي اطبع يبقى هو الافتراضي او هو الاساسي في الطباعة. لكن لو عايز اغيره طبعا بغيره يا اما اثناء الطباعة يا اما بغيره من هنا، خلي ده مثلا ايه الديفولت تمام، او اللي هو الايه الاساسي عندي تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة انا مثلا هاجي اشغل ده اهو في ورقة وليكن مثلا كانت بتطبع، دي الورقة الحالة بتاعتها ان هي برينتنج بتطبع للاونر واحد اسمه محمد، على الصفحات بتاعتها واحد، السايز بتاع الملف ده 90 كيلو بايت او 91 كيلو بايت. اتأكد على ان هي هتطبع امتى، الساعة 7:08 يوم 18/11/2011 تمام. انا اول بقى ما ادوس عليها هدوس على كلمة ايه document تمام. عندي هلاقي 3 كلمات مهمين اوي. بوز لو انا مثلا عندي ملف وليكن 120 صفحة او 200 صفحة وانا شغال في الطباعة وعايز اوقف، عايز اوقف الطباعة مؤقتا، لكن ممكن اجي اكملها، لو دوست بوز بيوقف لي عملية الطباعة، وبالتالي انا لو دوست بوز وعايز ارجعها كلمة ريزيوم ايه ترجع تاني مكانها. يعني انا لو دوست بوز وعايز ارجع بقى الطباعة تاني من اول وجديد بدوس على كلمة ايه ريزيوم، ده اول حاجة. تاني حاجة كلمة ريستارت يعيد الطباعة من اول وجديد، سواء لو انا عملت لو حصل ايرور، لو ورقة طلعت بايظة مثلا وعايز اعيد الورقة مثلا طلعت بايظة وعايز اعيده من اول وجديد تمام. كلمة كانسل ان هو يكنسل لي الايه يعمل يعني عملية كانسل لل العملية دي كلها. هحطها بيدي ار يو شور يو وانت تو كانسل سيلكت برنت شوبز، هقول له طبعا يس ولا نو، لكن مثلا اقول له نو مؤقتا. ليه؟ نرجع تاني بس نقول بوز هي بتفصل لي عملية، مش بتفصلها خالص، بتفصلها مؤقتا عملية الطباعة. ريزيوم عكس عملية اللي هي البوز اللي هو بيرجع العملية اللي انا وقفتها، ريستارت بيعيد العملية من اول وجديد، كانسل بيلغي امر الطباعة ده ايه نهائي تمام. انا هدوس مثلا كانسل وادوس يس، حتى الستاتس بتاعته ايه ديليتنج ايرور برينتنج، بيمسحها لان مثلا في ايرور اثناء الطباعة تمام. انا طبعا لو دوست كان بوز طبعا في الاول كان هيجيب لي هنا الستاتس بتاعته ايه بوز، بعد كده اقفل الايه المانجر بتاعي، حتى هو هنا حاطط علامة البرينتر one documents pending for ايه محمد، في واحد في ملف في انتظار محمد عشان ايه علشان يطبع تمام كده يا جماعة. وبكده ده يكون نهاية جزء الويندوز. خلاص كده الحمد لله احنا كده خلصنا اول موديول اللي هو الويندوز. في لو واحد كده هيكتب لكم دلوقتي اسمه محمد عليمي في الشات هيكتب لكم اللي هو انا اعتبر هيكتب لكم اللينك بتاع الكتاب، تقدروا تاخدوه تنزلوه لو حد عنده أي سؤال إيه بقى يسأل. طب هو يا جماعة هنخش على الفور شيرد هتعملوها عملية داونلود تمام. ده أول حاجة، ده اللي هو لينك الكتاب أهو، لينك الكتاب ده يا جماعة الكتاب تمام. العفو استاذ جيست ب 11 حسب الطبعة اللي حضرتك عايزها، في طبعات بتتراوح من اول 300 جنيه اللي هي الحبر، بس دي متهيألي الحبارة الواحدة بتعمل 50 ورقة، فالأفضل إن أنت تجيبها ليزر تمام. الليزر متهيألي برضه بتبتدي من 300 جنيه لحد اللي هو مثلا هتلاقي نوعها سامسونج، هتلاقي نوعها كده، في حاجات اتش بي كويسه، في حاجات هتلاقي انواع كتير، وفي طبعا التلاته اللي هي نازله التلاته في واحد اللي هي سكانر وبرينتر ومكنه تصوير، دي بتتراوح اسعارها متهيألي من 300 لحد الى فوق بقى. ده كده يا جماعه ده اول لينك.
هبعته حالا. حاضر يا استاذ اماني. بس احمد حضرتك ممكن تقدر تتواصل معايا على الايميل واقول لك لو حضرتك عايز طبعة معينة هبعت لك يعني اسامي طبعات معينة كويسة. تمام، خليك افضل، او هقول لك حاجة عموما، خليك افضل في الحاجات اللي سوقها شغال. يعني هي طبعا يعتبر قريبة شوية من حاجة اسمها العربية مثلا. العربية لو مثلا يقول لك ايه، هتشتري عربية، خلي العربية اللي اكسسواراتها موجودة، اشتري عربية اكسسواراتها موجودة في السوق حواليك. تمام، ده يا جماعة كان أول لينك بعته لكم، ده اللي فيه الكتاب، الكتاب بتاعنا. تاني واحد إن شاء الله دلوقتي، تاني لينك ده إن شاء الله اللي فيه الأسئلة. ده كده أهو الأسئلة. والإيميل بتاعي تاني أكتبه لكم أهو، آسف. العفو. هي مثلا حضرتك هتلاقي ال HP، هتلاقي الصورة موجودة في كل مكان. ده الايميل يا جماعة ظهر ولا لأ؟ انتوا معندكوش اوفيس 2003؟ اه. طيب هقولكوا على حاجة، اه ال HP طبعا افضل واحدة. في ال HP وفي السامسونج وفي الزيروكس وفي ال في ايه تاني، في انواع كتيرة. اللينك بتاع الاوفيس حضرتك تبعتيلي، هطلع يعني حضرتك ابعتيلي بس على الايميل. هو اللينك مش معايا دلوقتي، فانا هدور عليه على النت وهبعته حضرتك. بس خدي الايميل ابعتيلي عليه وانا هبعت لحضرتك عليه اللينك بتاع الاوفيس. يا جماعة اللي عايز الاوفيس يبعت على الايميل رسالة وانا هبعت له لينك بال، عشان مش معايا حاليا، او لو مش مستعجلين اجيبه لكم المره الجايه في الحصه ان شاء الله. يوم الاحد وثلاثة، احنا حد وثلاثة وخميس، يوم الاحد ان شاء الله هبعت لكم اللينك بتاعه. اه كانون، في كانون كويسه جدا، اسف ان انا نسيتها فعلا، بس بلاش الحبر، هتلاقي احسن الليزر. اللينك الأول بتاع الكتاب، اللينك التاني بتاع الأسئلة. لا لا، ولا ال 80 جرام ده، يعني ده عشان تطلع حاجة نظيفة. ولا 80 جرام اللي هو ال A4 80 جرام أو 75 جرام أو حتى 70 بيمشي معاها، بس الأفضل هي ال 80 بيبقى حلو. اه اللينك مجاني، ده لينك عادي تنزلون عليه الكتاب والأسئلة عادي، مفيش مشاكل. لا لا لا، مجاني، مفيش فلوس خالص. لا مقفول. ايه؟